السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا كفؤ له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين وقائد الغر الميامين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة الكريمة المباركة على شاشة قناتكم المباركة الطاهرة قناة الرحمة على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع إمام الموحدين وسيد النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، جبريل يسأل والنبي يجيب صلى الله عليه وسلم، دروس في العقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد، في سؤال سديد وجواب فريد. ولم لا؟ والسائل هو جبريل، والمجيب هو النبي الجليل صلى الله عليه وآله وسلم. في حوار ماتع، في سؤال وجواب، في هذا الحديث الصحيح الطويل الذي رواه البخاري مختصرا ورواه الإمام مسلم بطوله ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم وغيرهم، وأذكر في أول كل لقاء بالرواية التي نشرحها، وهي رواية الإمام مسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت:
أبا عبد الرحمن بينادي على عبد الله بن عمر: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم، ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلمه الله تعالى الله عن ذلك إلا بعد وقوعه وحدوثه. فقال عبد الله بن عمر إمام من أئمة العلم ومن خيار الصحابة رضي الله عنه وعن أبيه، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد، أي مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال عبد الله بن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لازلنا للحلقة الثالثة على التوالي مع قولة عبد الله بن عمر الجميلة التي تتكون من كلمتين اثنتين: حدثني أبي. لازلنا مع هاتين الكلمتين، وقلت: حدثني أبي منهج تربوي فريد مفتقد في هذه الأيام، فما الذي يحدث به الآباء الأبناء في هذه الأيام، وما الذي كان يحدث به الآباء الأبناء في سالف الأيام؟ حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث الطويل، فما الذي يحدث به الوالد الآن أولاده؟ تدبروا معي. قلت: الأمة الآن في أمس الحاجة إلى هذا المنهج التربوي الأصيل، إلى منهج حدثني أبي، إلى منهج أن يجلس الوالد مع أولاده ليسمعهم عن الله جل وعلا، ليسمعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عصر تعددت فيه روافد التربية، تعددت فيه مناهج التربية، تعددت فيه وسائل التربية، وجب الآن على الوالد المسلم الذي يخشى الله جل وعلا والذي يعي حقيقة المسؤولية وثقل الأمانة التي يتحملها وسيسأل عنها
وجب عليه أن يتابع أولاده وأن يراقب أولاده وأن يعي تماما أنه ليس ممثلا لوزارة المالية في البيت، مش دوري أنا وفقط أن أطعم الأولاد فحسب، هذا واجب عليك، لا أقلل من شأن هذا الواجب أبدا، ولكن أين أبوة التوجيه؟ أين أبوة النصح؟ أين أبوة التربية؟ أين أبوة التربية؟ أين الأب الذي يتحمل هذه الأمانة والمسؤولية العظيمة أمام الله جل وعلا؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد ذكرت اللقاء الماضي بأحاديث نبوية في غاية الجلال والجمال، لا أريد أن أكررها مرة ثانية، ولكن اعلم أنك مسؤول بين يدي الله جل وعلا عن أولادك. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ركز حضرتك بقى معايا الليلة دي، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الوقت لننتهي الليلة من الحديث في هذا المنهج التربوي أو عن هذا المنهج التربوي. حدثني أبي، لماذا تحتاج الأمة إلى هذا المنهج الآن؟ قلت أولا لسبب رئيس، ألا وهو استقالة الأسرة. استقال كثير من الآباء تربويا، واستقلنا كثير من الأمهات تربويا، فوجب الآن إلى أن نعي خطورة هذا المحضن التربوي الطاهر، أقصد الأسرة المسلمة. واجب على الآباء أن يعودوا من جديد إلى البيوت ليربي الوالد أولاده تربية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العلم الحديث المعاصر، لا حرج البتة في ذلك ما دامت هذه العلوم التي يتربى عليها الولد لا تصطدم اصطداما مباشرا مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. تحدثت في هذا السبب. أيضا نحتاج إلى منهج حدثني أبي لسبب آخر من الأسباب الرئيسة والخطيرة، ألا وهو كثرة الفراغ عند أولادنا. الفراغ السبب الثاني من أسباب حاجتنا لمنهج حدثني أبي. إيه الفراغ يعني؟ وما علاقة الفراغ بهذا المنهج التربوي؟ علاقة وطيدة بل وثيقة. الفراغ مقتلة، الفراغ الذي يحياه كثير من أولادنا في كثير من بيوت المسلمين الآن مقتلة. إما أن يكون الفراغ نعمة وإما أن يكون الفراغ نقمة، نعمتان. والحديث رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مش فاهمين الحديث ده مولانا، بنسمع الحديث ده كتير بس مش عارفين معناه. يعني ايه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ؟ يعني من وظف الصحة والفراغ في خير للدين أو للدنيا فهو المغبوط، هذا هو الذي يغبط على ما أنعم الله به عليه. ومن لم يوظف نعمة الصحة ونعمة الفراغ في خير للدين أو للدنيا فهو المغبون. مغبون أي مخذول، خسران. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، شهادة النبي الصادق. غبن كثير من الناس في هاتين النعمتين، لأن كثيرا من الناس لم يعرف قدر هاتين النعمتين ولم يوظف نعمة الصحة ولا نعمة الفراغ في خيري الدين والدنيا. نعمتان مغبون فيهما، مخذول فيهما، خسران فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهو لا يوظف الصحة في طاعة الله جل وعلا ولا يوظف الفراغ في طاعة الله جل وعلا، وإنما في اللهو، في المعاصي،
في الفسوق والفراغ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وخلي بالكم، أخاطب الآن آبائي وأمهاتي وأولادي، الفراغ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فراغ قلبي، وفراغ نفسي، وفراغ عقلي. وأنا أضيف قسما رابعا ألا وهو الفراغ المادي. الفراغ القلبي، فراغ القلب من الإيمان، وهذا أخطر ألوان الفراغ، هذا أخطر أنواع الفراغ. إذا فرغ قلب الولد من الإيمان بالله، من حب الله، من خشية الله، من الرجاء في الله، من التوكل على الله، من الاستعانة بالله، من اليقين في الله، إذا فرغ القلب سواء كان قلب الوالد أو قلب الولد من الإيمان، أصبح صاحب هذا القلب فريسة سهلة للشيطان وللهوى ولأصحاب السوء ولشلة المعصية. لأن الأمانة حصن الأمان، لأن الإيمان حصن الأمان، لأن الإيمان حصن الأمان. من دخل هذا الحصن أمن في الدنيا والآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلو أن القلب فرغ من الإيمان خلاص، هتقول له قال الله مش هتأثر، قال رسوله مش هيتحرك، قال الشيخ الفلاني العالم الفلاني، أبدا يا أخي. إذ لم يتأثر القلب بكلام الله، ولم يرق القلب لكلام الله ولا لكلام رسوله، فلا رق هذا القلب لأي كلام، بل ولن يرق هذا القلب أبدا لأي كلام. إن لم يحرك كلام ربنا وكلام نبينا القلوب، فمحال أن يكون أي كلام آخر محركا لهذه القلوب التي ما تحركت لكلام ربها ولا لكلام نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القلب إن خلى من الإيمان وفرغ من الإيمان فصاحبه على خطر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إما أن يقع هذا القلب الذي فرغ من الإيمان في الكفر، إن فرغ القلب من الإيمان بالكلية فهذا قلب كافر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإما أن تكون فيه مادة إيمان ومادة نفاق، وصاحب هذا القلب على خطر عظيم. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، أي يضيء ويشرق وينير، فذلك قلب المؤمن، يشرق الإيمان في قلبه، ينير الإيمان في قلبه. فالإيمان له طعم، له حلاوة، له مذاق، له نور، له أركان، له حقيقة. وقد فصلت ذلك وسأفصله إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك في جواب رسول الله على جبريل في أركان الإيمان، سأفصل هذا بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان. طيب، هذا الإيمان ده القلب الأول، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف يا الله أعوذ بالله فذلك قلب الكافر. قال الله في شأن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، أي غلفت في أغلفة الكفر، أعاذنا الله وإياكم. وقلب منكوس مقلوب، عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، وأبصر ثم عمي. وقلب تمده مادتان، وده قلب خطير جدا وصاحبه على خطر عظيم، تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. الشاهد أنا لا أريد أن أطيل في كل جزئية لأن الموضوع طويل. يبقى أخطر أنواع الفراغ الذي يتعرض له ولد من أولادنا هو الفراغ القلبي، الفراغ القلبي من الإيمان أو من الخشية أو من الخوف أو من الرجاء. لو الولد ما فيش عنده إيمان هيتجرأ على الله تبارك وتعالى، إن خلى بمحارم الله انتهكها، إن دخل غرفته الخاصة وأمامه الكمبيوتر وتوصيلة الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية، لن يتورع ما لم يكن في قلبه الإيمان، وما لم يحمل في قلبه مراقبة للرحيم الرحمن وللحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام، لن يتورع عن أن يقضي الليل مع فيلم جنسي فاضح داعر، بل ربما ينتقل من موقع إباحي إلى موقع إباحي آخر. يبقى الفراغ القلب من الإيمان أخطر ألوان الفراغ.
هنشوف العلاج دلوقتي. طب القسم الثاني من أقسام الفراغ، الفراغ النفسي. الفراغ النفسي، النفس أخي الكريم إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن لم تشغل نفسك بالحق حتما ستشغلك بالباطل، شئت أنا أم أبيت. إن لم أشغل نفسي بطاعة الله شغلتني بالمعصية، إن لم أشغل نفسي بالذكر شغلتني بالغيبة، شغلتني بالنميمة، إن لم أشغل بصري بالنظر في ملكوت الله تبارك وتعالى وكتاب الله المفتوح ألا وهو الكون، وفي كتاب الله المقروء ألا وهو القرآن، أو في مطالعة أي كتاب آخر من كتب أهل العلم، ستنشغل العين بالنظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فاشغل نفسك بالحق ولا تشغل نفسك بالباطل، اشغل نفسك بالحق وهي مهيئة لذلك، ولا تشغل نفسك بالباطل وهي كذلك مهيئة لذلك. والناس صنفان، والناس صنفان، صنف شغلته نفسه وجعلته النفس مطية إلى الشهوات والشبهات، جعلته النفس مطية قادته إلى كل شهوة وقادته إلى كل شبهة، وصنف كريم جعل نفسه مسخرة للطاعة ولمرضاة الله تبارك وتعالى، هو الذي يسخرها ويوظفها لطاعة الله عز وجل، ويلهب ظهرها بصوت المراقبة لله وبصوت الخوف من الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا صنف أبي كريم، فلا تترك نفسك فارغة من أي خير أو عمل للدين أو للدنيا. أما القسم الثالث من أقسام الفراغ فهو الفراغ العقلي، وده خطير جدا، أن في عقول تافهة، في عقول تافهة فيها فراغ. بمعنى واحد مثلا يقول إيه، يقول جئت لا أعلم من أين. طب ده بالله عليك، ده عنده عقل، ده عنده عقل. جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت. كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. ما عندوش عقل، ما عندوش عقل، لا يعرف خالقه ولا يعرف الغاية التي من أجلها خلق، ولا يعرف الوظيفة التي من أجلها ابتعث. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اسمع معي إلى هذه الآيات، أنا عارف أن حضرتك قرأتها كثيرا، بس أنا عاوزك تفكر فيها الليلادي تفكيرا جديدا. اسمع: تكاد يتكلم الله تبارك وتعالى عن أهل النار وهم في جهنم يصطرخون: تكاد تميز من الغيظ. يا الله، تكاد تميز أي جهنم، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. اسمع: وقالوا لو كنا نسمع أو، أيوة، أو نعقل، لو كان عندنا عقول، لو كان عندنا سمع، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يا الله، حضرتك قرأت الآية كم مرة قبل كده، بس انتبهت للطيفة دي: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما قيمة عقل تكون نهاية صاحبه إلى السعير؟ عقل يقول صاحبه: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجسماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. عقل يقول صاحبه:
لقد ظلم الإسلام المرأة لأنه ساواها مع الرجل في الميراث. عقل يقول صاحبه لن يهدأ له بال ولن يقر له قرار حتى تتساوى المرأة مع الرجل في الميراث. عقل يقول صاحبه حتى التوحيد قد ظلم المرأة. لماذا؟ فقالت الأستاذة الدكتورة، وحط ألف واو كده، الدكتورة ماذا قالت؟ قالت لأن كلمة التوحيد لا إله إلا هو. قالوا طب وإيه الحرج في كده؟ قالت ليه وتبقاش لا إله إلا هي؟ دي عقول. عقل يقول صاحبه، أديب كبير جدا وعمال يرفع على الرؤوس والناس بتنفخ فيه حتى طار في الهواء. ماذا يقول؟ يقول وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله. أعوذ بالله، وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله. يعدو يعني يجري كغزال أخضر، تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد له الله. دي عقول. ده بقول لك دي عقول مبدعة، هذه عقول مبدعة، هذه عقول أديبة، هذه حرية التعبير وهذه حرية الإبداع. والكلام التخين الكبير اللي بتقال ده، دي عقول، هذه عقول. عقل يقول صاحبه ما بلاش، كفاية كده، لأن حاجة تصدع القلب. كفاية كده، عندي كتير قوي كتير، بس بقول لحضرتك الفراغ العقلي خطير. انت بتقرأ ايه؟ بتقرأ ايه؟ بتقرأ لمين؟ وبتسمع لمين؟ صحح، ابحث من جديد، ابحث عن العمر الذي مضى. يا ما قرأت ايه اللي استفدته من هذه القصص الخبيثة التي تعزف على وتر الجنس والدعارة والعنف والخيانة؟ وبعدين يقال الخيانة المشروعة. وهل كانت الخيانة مشروعة في يوم من الأيام أو في دين من الأديان؟ إن اعتبرنا أن الشرع في أي دين يسمى دينا وأطلقنا الأديان على الشرائع التي أنزل الله تبارك وتعالى، ولا حرج في ذلك. أقول فيه دين أنزله الله يجعل الخيانة مشروعة في أي وقت من الأوقات أو في زمن من الأزمنة، خلط للأمور لا يليق على الإطلاق. ثم بعد ذلك يتندر بنا ويستهزأ بنا ويسخر منا إن أصلنا هذه الحقائق من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنا بنصح أولادي الآن، كادت الأجازة أن تبدأ، بل ومن أولادنا من أخذ الأجازة بالفعل. الفراغ، فراغك مقتلة. لو مضيت أو قضيت الوقت أو قضيت الأجازة الصيفية في فراغ دون أن تشغل قلبك بالإيمان بالعبادات والطاعات ومجالس العلم والحرص على هذه الحلقات واللقاءات لشيوخنا الأفاضل عبر الفضائيات الطاهرة المباركة، أو لو لم تشغل نفسك بالطاعة أو بأي عمل من أعمال الخير، ولو لم تشغل عقلك بقراءة كتب تستفيد بها وتستفيد منها لدين أو لدنيا، إيه الحرج إنك مثلا تعاهد ربك في هذا الصيف أن تحفظ نصف القرآن، 10 أجزاء، أن تأخذ دورة في الكمبيوتر، إيه القرآن والكمبيوتر، ما فيش حرج، لا حرج على الإطلاق. نريد لأولادنا أن يتفوقوا، أن يكونوا مبدعين في كل مجالات الحياة. خذ لك قرص في الإنجليزي، ما فيش حرج على الإطلاق، مع القرآن، مع قراءة كتاب الداء والدواء للشيخنا ابن القيم مثلا رحمه الله تعالى، ابدأ به، مع قراءة كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي، مع قراءة شرح كتاب رياض الصالحين للشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أو لأي عالم من العلماء. يبقى يجب عليك أيها الشاب الحبيب وأيها الابن الغالي ألا تترك نفسك فريسة للفراغ، لأن الفراغ مقتلة. إن لم تشغل نفسك بالحق ستشغلك بالباطل. وبعدين القسم الرابع اللي أنا أضفت، الفراغ المادي. فراغ المادي يعني أنا ماليش عمل، ماليش وظيفة. مش الفراغ المادي يعني الفلوس، لا، الفراغ الحسي، ألا أشغل نفسي بعمل. لو أنا ماليش شغل، لو ماليش وظيفة، سأقضي النهار كله نائمة، وسأقضي الليل كله على النواصي، الشوارع والطرقات، معاكسة النساء والبنات والفتيات. ليه ما تبحثش عن عمل؟ ما فيش عمل يناسبني يا عم الشيخ. مش بالضرورة يناسبك،
مش بالضرورة تبدأ العمل مدير إطلاقا، ما حدش قال كده، لكن اشغل نفسك بأي عمل بشرط أن يكون حلالا. ما دام العمل حلالا، والله العظيم لو أتيت كما ذكرت قبل ذلك بصنية شاي وحطيت ترمس الشاي ووقفت في مكان عام تبيع الشاي وترجع آخر النهار بعشرين جنيه، والله العظيم شرف شرف. وقد ذكرت قبل ذلك توقفت على الكورنيش بسيارتي ولفت نظري هذا الشاب الذي يلبس لباسا جميلة جميلة وشيل صنية بكاسات شاي بلاستيكية عمال يوزع شاي على الناس، توقفت وناديت عليه، وحين عرفني سعد بي وسعدت به. خريج ايه؟ قال خريج كلية تجارة. معاك بكالوريوس تجارة؟ اه بكالوريوس تجارة. فلان مش هذكر اسمه واسال الله ان يحفظه. قلت له طب انا اسالك بالله انت بتيجي هنا من امتى؟ قال والله تقريبا من الصباح. تروح امتى؟ قال بعد العشاء 10 بالليل 11 بالليل بحسب ما يسر الله تبارك وتعالى. قلت له بالله عليك ممكن ربنا تبارك وتعالى يرزقك كل يوم بعد تكاليف الشاي والسكر بقد ايه؟ قال والله يا شيخ الحمد لله انا عدتك فتره سنتين او اكتر من غير شغل، فقلت يعني اسال الله عز وجل ان يرزقني من هذا العمل. وقل لي والله يوميا بفضل الله ما برجع باقل من 50 جنيه ربح. سبحان الله، فيه رجل اهل فضل خد 3 شاي ب 3 جنيه بيديله 5 جنيه، خد 6 شاي بيديله 10 جنيه، ويرجع ما شاء الله رزقه الله بالرزق الحلال الطيب. هذا تقبل رأسه وتقبل يده. هتفضل قاعد كم سنة تنتظر الوظيفة أو تنتظر العمل المناسب؟ الفراغ ده مقتلة. فأنا أقول نحن في حاجة إلى منهج حدثني أبي، في حاجة إلى أن يجلس الوالد مع أولاده في وقت فراغ ليذكره بالله جل وعلا، ليذكره بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليذكره بالواقع الذي يعيشه ولده، ليذكره بواقعه هو كوالد. يا ولدي أنت بلغت السن الفلانية أو سن كذا، أريد أن أشعر بوجودك إلى جواري، أريد أن أستشعر وجودك معي، هيا اخرج معي الى العمل، شاركني عملي، شاركني وظيفتي. ان كان الوالد يعمل عملا من الاعمال التجارية او من الاعمال الحرة، المهم ايها الافاضل في الفراغ يتحتم على الوالد ان يراعي احوال اولاده ان كان اولاده فارغين من العمل، لا سيما ان رأى منهم رقة في الايمان ورقة وضعفا في الالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يراعي الوالد أولاده في حال فراغهم، لأن الفراغ مقتلة. وأسأل الله عز وجل أن يشغلنا وإياكم بما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا نحتاج إلى منهج حدثني أبي، إلى أن يجلس الوالد مع أولادي ليسمعهم عن الله وعن رسول الله، وليحثهم على العمل وعلى الإبداع وعلى العطاء وعلى الجد وعلى، لأن الوسائل التعليمية والمناهج التعليمية إلى الآن لا تؤدي الدور الذي تحتاج إليه الأمة، بل ويحتاج إليه الواقع العملي. بكل أسف أنا لا أريد أن أنتقص قدر أحد أبدا، والله إنما نتكلم من منطلق الغيرة على أولادنا. أنا أخاطب الآن أساتذتنا الأفاضل الأجلاء من التربويين من الأساتذة الكبار الأجلاء، وأقول لقد زرعت الأمة سنوات ماضية زرعا تربويا وتعليميا لا يتفق في كثير من جوانبه وفروعه وعلومه لا مع واقع الأمة ولا حاجة البلد. ما قيمة هذا الشحن الذي نشحن به عقول أولادنا لأشهر طويلة طيلة السنة الدراسية وبعد الاختبار بيوم واحد؟ وأنا أعي ما أقول بيوم واحد. حضرتك هات عينة عشوائية من أولادنا
واعمل لهم اختبار في نفس المادة التي اختبروا فيها من أسبوع، وانظر ما حجم الفاقد الذي فقده أولادنا من مذاكرتهم لهذه المادة. هو كان بيذاكر عشان الامتحان فقط. الآن البيوت شد طوارئ في الثانوية العامة، واللي بتبكي واللي بتصرخ وبتشوف انت المشاهد والمناظر على شاشات الجرائد والمجلات شيء، إنه شيء يخلع القلب. طيب بعد اختبارات الثانوية بشهر، تعال يا ابني اسأله كده في أي مادة، اسأله في أي مادة ايه اللي باقي عنده من رصيد؟ ولا شيء. 30% 50% الباقي راح خلاص، ولو مضى كمان شهر هيتبخر ما تبقى. ليه؟ لأنه بيذاكر للامتحان. نريد من أساتذتنا، ممن يديرون دفة التوجيه والتربية، أن يراعي هؤلاء حاجة الأمة وحاجة البلد لما يتعلمه أولادنا. وسائل التعليم ومناهج التعليم بالصورة الحالية قد تحسن أن تعلم أبناءنا وأولادنا بعض المعارف وبعض العلوم، لكنها إلى الآن، واسمحوا لي أن أكون صادقا وأمينا، إلى الآن لم تحسن مناهج التعليم أن تعلم أبناءنا، أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. لا تحسن أو لم تحسن إلى الآن أن تعلم قلوبهم الخشوع ولا عيونهم الدموع. كيف يخشع قلب الولد في مثل هذه البيئة التي يختلط فيها الشاب بالفتاة التي خرجت إلى الجامعة أو إلى المرحلة الثانوية وقد تعطرت وتزينت وتجملت على أرقى ما يكون مستوى التعطر والتجمل، بل ربما لا تصنع كثير من الزوجات هذا لأزواجهن في البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف ستدمع عينه من خشية الله؟ كيف سيرق قلبه من خشية الله مع هذا الالتحام القاتل في المدرجات أو في الفصول الدراسية؟ وأعجب غاية العجب حينما أرى من ينادي الآن في بلاد الغرب، في أمريكا وفي ألمانيا، من ينادي الآن بفصل الأولاد عن البنات، الذكور عن الإناث. ليه؟ الله، دراسة علمية بحتة، دراسة نفسية بحتة. الولد لا يمكن على الإطلاق يركز تركيزا كاملا في هذا الاختلاط الرهيب. انت بس مراكش ما بتنظرش دايما لقضية المرأة إلا نظرة دونية، نظرة جسدية. يا حبيبي في الله، هذه فطرة ربانية. انت عاوز تزعم ان حضرتك يعني اذا خلطت المرأة واختلطت بها لا تتأثر؟ من ادعى ذلك فقد كذب، من زعم ذلك فقد كذب، لأنه مخالف للفطرة التي فطر الله الخلق عليها. ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء. هذا محال يا أخي، محال يا أخي أن تقيد رجلا بالحبال وأن تلقيه في اليم يعني في البحر أو في النهر وتقول له اوعى هدومك تتبل بالمية. ده تخريف، ده شغل جنون. محال يا أخي تشعل نارا وتسكب عليها بنزينا ثم تقول للنار إياك والاشتعال. هذه فطرة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فالجذب بين الولد والبنت وبين الرجل والمرأة أمر مركوز في الفطر. جبل الرجل عليه وجبلت المرأة عليه، لأن الله جل وعلا قد أناط بهذا الجذب الجبلي والفطري امتداد النسل البشري على ظهر الأرض. فمن أنكر ذلك فهو منكر للفطرة، فهو منكر للجبلة التي خلق الله الخلق والناس عليها. ولا أقول بذلك عاقل على الإطلاق، فالعاقل الذي يحترم عقله ويحترم نفسه يعلم أن الله جل وعلا قد جعل الرجل خصائص وللمرأة خصائص، ولا يمكن البتة أن يقوم الرجل بدور المرأة أو أن تقوم المرأة بدور الرجل. لا يقول ذلك إلا العقلاء، ولا يخالف ذلك إلا من خالف منطق العقل، فضلا عن مخالفتهم لمنطق الدين أو لحكم الدين بمعنى أدق. فالله جل وعلا ميز المرأة بميزات
وخصائص معروفة وميز الرجل بميزات وخصائص معلومة. مستحيل أن يقوم الرجل بدور المرأة. ولا أريد أن أفصل، هل يعقل أن يحمل الرجل؟ هل يعقل أن نكلف الرجل بالحمل؟ هل يعقل أن نكلف الرجل بالإنجاب؟ لا، كما يقولون سيكولوجيا لا يستطيع ذلك، لأن الله لم يهيئه لذلك. كذلك المرأة لا يمكن أن تقوم هي بالدور الآخر الذي أنيط به الرجل أو كلف به الرجل في هذه القضية التي ذكرت أو في غيرها من القضايا التي لا يقوم بها إلا الرجال. ولا يقلل هذا لا من قدر الرجل لا من قدر المرأة، ولا يقلل هذا لا من قدر الرجل ولا من قدر المرأة. الشاهد أيها الأفاضل أن مناهج التعليم ووسائل التعليم، بل اسمحوا لي معلش سامحوني، والله ليس نقدا لمجرد النقد ولكنه للبناء. أنا أقول من منطلق إيماني بالله تبارك وتعالى ثم غيرتي على أمتي وعلى بلدي، أقول إن العملية التعليمية برمتها ابتداء بالمنهج ومرورا بالمدرس ومرورا بالفصل الدراسي ومرورا بوسائل التعليم والإيضاح إلى غير ذلك، أقول إن العملية التعليمية برمتها تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة. أخاطب أساتذتنا الأفاضل من وزراء التعليم، من وزراء التعليم ومدراء التعليم، مع تقدير الكامل بل مع تقبيل لرؤوس هؤلاء، فهم أساتذتنا والله لا أقلل من قدرهم، فعلى أيديهم تربينا وعلى أيديهم تعلمنا. لكن أقول ألا ينبغي أن ينظر القادة الذين يديرون دفة التربية والتعليم في بلاد المسلمين، ألا ينبغي أن ينظر هؤلاء الأساتذة الأفاضل إلى مناهج التعليم في بلاد الغرب ليروا الفارق الكبير والهوة الشاسعة بين المناهج التعليمية التي يتربى عليها الطالب في بلاد الغرب وبين المناهج التعليمية التي يتربى عليها الطالب المسلم في بلاد المسلمين؟ ألا ينبغي أن ينظر قادة التوجيه والتربية والتعليم في بلاد المسلمين إلى الغاية التي يوضع من أجلها المنهج، وما علاقة هذا المنهج بالواقع الذي يعيشه الطالب وتحتاج إليه بلده أو أمته؟ ألا ينبغي أن ينظر إلى هذه الغاية في بلاد الغرب وإلى الغاية في بلاد المسلمين؟ إن القلب ينزف دما ورب الكعبة، شحن رهيب جدا لا ينتفع الطالب منه بشيء، لا يتفق لا مع مواهب الطالب ولا مع قدراته ولا مع تطلعاته ولا مع فكره ولا مع حاجة بلده. لماذا لا يكون التعليم مرتبطا بحاجة البلد، بحاجة الأمة؟ لماذا لا يكون التعليم مرتبطا بالواقع العملي ليخرج الطالب أو لينتهي الطالب من دراسته أيا كانت مدة ساعاتها أو سنواتها، ليحول هذا الذي تعلمه إلى واقع، إلى إبداع، إلى إنتاج، إلى عطاء؟ كم ألف كل سنة بيتخرج وبيقعد لأنه ما تعلمش حاجة، ما تعلمش حاجة، لم يرسخ في ذهنه شيء، لم يتعلم شيئا لا على أرض الواقع ولا حتى في التأصيل النظري فاكر أي حاجة، هو نسى كل شيء. أنا أخاطب الآن بقلب مفتوح محب بدون فزلكة والله مني، أخاطب الآن يعني الأمة طيلة السنوات الماضية في مناهج التعليم والتربية ماذا زرعت وماذا حصدت؟ نريد وقفة مع النفس لله. ثانوية العامة بهذا الوضع، هل هذا يرضي الله عز وجل؟ هذا الواقع الأليم الذي تحياه كثير من بيوت المسلمين يرضي الله عز وجل؟ ليه؟ نريد أن نراجع العملية التعليمية برمتها، وضع المدرس يرضي الله عز وجل؟ لا يرضي الله عز وجل في جوانب كثيرة. أنا أطرح فقط، وهذا الأمر أعلم أن له متخصصين وأساتذة فضلاء ينبغي أن يجلس هؤلاء مع تقدير البالغ لهم جميعا ومع تقبيل لرؤوسهم جميعا، لكن أولادنا في حاجة إلى مناهج هادئة في كل التخصصات
في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في الطب، في الهندسة، في الكيمياء، في الفيزياء، في العلوم الطبيعية، في الكون، في الذرة، في الجيولوجيا، في الطبقات، طبقات الأرض وغيرها، حتى في طبقات الفضاء. لماذا لا نخرج علماء الذرة؟ لماذا لا نخرج علماء الفيزياء؟ لماذا لا نخرج الأطباء المسلمين الذين يحولون الطب في عياداتهم ومستشفياتهم إلى منهج إسلامي يتألق صدقا وأدبا ووفاء وحرصا وإخلاصا وإتقانا وعطاء؟ لماذا لا نخرج المسلمين المبدعين المنتجين في كل مجالات الحياة؟ ينفع إلى الآن، إلى الآن ينفع نستورد كل قطع الغيار لأي مصنع على أرض أمة الإسلام. أنا أخاطب الأمة، ينفع إلى الآن ينفع كل قطع غيار السيارات؟ لا تتمكن الأمة إلى الآن من صناعتها. أمة تعتمد على غيرها من الأمم حتى في طعامها وشرابها وفي حتى في سلاحها. هل يعقل أن تعز هذه الأمة؟ هل يعقل أن تكون كلمتنا من رأسها؟ كما قال شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى: لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. هذا حق، لابد أن تبدع الأمة. عشرات الآلاف بل مئات الآلاف تتخرج كل عام، أين هؤلاء في سوق العمل؟ أين هؤلاء على أرض الإنتاج والعطاء والإبداع؟ ما نش عاوز أطول، لكن عاوز أقول أن المناهج محتاجة مراجعة ومحتاجة تصحيح، في أخطاء في المناهج، نعم محتاجة تصحيح. تاريخ زور من أول الدولة العباسية، تصور حضرتك تاريخ زور من أول الدولة العباسية يحتاج إلى تصحيح. أنا مع من يقول كل الكتب تحتاج إلى تصحيح، تحتاج إلى تنقيح، ولا أريد أن أفصل الآن وقد فصلت قبل ذلك. قام على تدوين التاريخ الإسلامي ثلاث طوائف، والأمر يحتاج إلى تفصيل، الوقت يعني سبحان الله يمضي. فأنا أريد أن أقول بأن أولادنا إلى الآن لا زالوا يتعلمون أشياء ويحفظونها وهي ليست صحيحة، فالأمر يحتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى مراجعة. يعني ما نش عاوز أضرب أمثلة حتى لا أجرح أحدا يعني، لكن نماذج كثيرة جدا وموجودة، نماذج كثيرة جدا جدا وموجودة. يعني ينفع مثل واحد بدون ذكر أسماء عشان ما زعلش حد، بس ينفع أعلم أولادنا إلى الآن في مرحلة من أخطر مراحل المراهقة ألا ومرحلة الثانوية العامة في القسم الأدبي في مادة المنطق مثلا أو مادة الفلسفة، ينفع أعلم أولادنا وحفظهم هذه القاعدة؟ أنا أشك، إذن أنا موجود؟ يعقل؟ هل يصلح هذا؟ يعني نبني عقيدة الولد من أول لحظة في هذا السن الخطير على فلسفة الشك، على فلسفة الشك؟ أنا أشك، إذن أنا موجود؟ ده كلام خطير ومنطق خطير، ولو صدق هذا لقال أنا أشك إذن أنا دبوس. ماشي تبقى مقبولة يعني، معقولة؟ ما ينفعش. علمونا مثلا أن ماجلان عبقري كل زمان وأوان، ولم يعلمونا أبدا أنه الذي أضرم في المسلمين النيران، لم يعلمونا هذا، إلى غير ذلك. ما لا أريد أن أذكر نماذج كثيرة، تحتاج بس إلى أن يجلس الأفاضل. يعني هل يعقل إخواننا أن تتدخل هيئة مثلا اليونسكو في وضع بعض المناهج لأولادنا؟ ليه؟ لماذا؟ لماذا لا يجلس سادتنا وعلماؤنا، والأمة ولود والأمة معطاءة، لماذا لا يجلس سادتنا وأساتذتنا من أهل العلم والفضل في كل التخصصات الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية، ليضعوا لأولادنا مناهج تتفق مع ديننا وعقيدتنا وأخلاقنا وقيم مجتمعنا المسلم وحاجة البلد إلى هذه التخصصات؟
هذا يحتم في ظل هذا الغياب على كثير من الآباء، بل على جميع الآباء، أن يبرزوا منهج حدثني أبي، ليذهب الولد إلى والده ليقول له: يا أبي، لقد قرأنا اليوم في كتاب التاريخ كذا، أو في كتاب علم النفس كذا. قل: لا يا ولدي، لا يا ولدي، هذا خطأ، قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. الله، منهج جميل، منهج جميل. يأتيني طالب الأسبوع الماضي: يا شيخ، مكرر علينا، ما أناش هذكر برضه عشان ما زعلش أحد، مكرر علينا في مادة كذا كذا وكذا وكذا. أعوذ بالله، ينفع الكلام؟ لا يا ابني ما ينفعش. طب في الامتحان أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أنا مش عارف الجواب. طب الولد ده لو خالف ممكن يسقط، ولو خالف هيبقى خالف الحق، يعمل إيه؟ أنا ما أعرفش، والله ما أعرف يعمل إيه. مسائل خطيرة. أنا أفتيته، لكن أنا بسأل الآن الأفاضل، يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ سلطان عبد الحميد في تاريخ الدولة العثمانية، الذي زور تاريخه وشوه تاريخه وقدم لأولادنا ولا زالوا يحفظونه على أنها الدولة المريضة والرجل المريض إلى 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 غير ذلك من بنود، 1 2 3 4، كنت أنا حافظهم صم. عاوزين تغيير، عاوزين تصحيح بما يتفق مع عقيدتنا وديننا وقيم مجتمعنا الإسلامي. ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرد أمتنا إلى الحق ردا جميلا. طيب، يبقى منهج حدثني أبي نحتاج إليه أيضا، وهذا سبب خطير، وبكل أسف مش هقدر أخلص كمان إلا الذي يعني ما تحت هذا المنهج التربوي الأصيل. ويعني الحياة، والله أنا أعتقد أن الأمة في أمس الحاجة إلى هذا المنهج الجليل الكريم. أقول نحتاج إلى منهج حدثني أبي عشان نربط بقى بالعنصر الآخر أو السابق أو الساب السابق، للانفصام بين المنهج والواقع. لا لا، مش مستوعبين الكلام ده يا عم الشيخ، ما تعودناش الكلام التخين ده، هات لنا حاجة كده سهلة. حاضر، فيه انفصام كبير بين منهجنا الرباني القرآني والنبوي وبين الواقع. مش متفقين على هذا؟ في انفصام كبير مؤلم جدا، مزري. يعني مثلا فين الأمانة؟ أين الأخلاق؟ أين الأدب؟ ينفع كده أبقى راكب في أتوبيس عام؟ ينفع أبقى راكب في أتوبيس عام وسيلة مواصلات عامة، وأطلع القلم وأقعد أكتب كده على ظهر الكرسي اللي قدامي وأرسم، ها، وأعمل قلب كده وإتش وإف والسهم خارج وداخل؟ ينفع؟ ليه يا أخي؟ انفصام رهيب. طب ينفع أبقى قاعد كده على الكرسي والأتوبيس زحمة جدا، وراجل أب من أبائنا سنه فوق 60 سنة، أو أخت فاضلة أو أم مسكينة لم تجد أن تركب التاكسي أو السيارة الخاصة، لأن في ناس بترد عليها بتبجح: ما لو مش عاجبك من الزحمة تروح تركبي تاكسي. طب وده ينفع؟ دي أخلاق؟ دي أخلاقيات، دي أخلاقيات مسلمين. الله، أنت يتؤذيها، يتؤذيها في مشاعرها وفي جسدها، يتقول لها انزل اركبي تاكسي؟ ده خلق؟ هذه أخلاق المسلمين؟ ولا تقوم تقف وتنتفض انتفاضة الرجل الغيور وتجلسها دون أن تمس ثوبها؟ هو ده الدين، هو ده الأدب، هي دي قيم الإسلام وأخلاق المسلمين. انفصام بين الدين وبين الواقع في كل المجالات. ممكن أكون بصلي وبطلع عمرة وبحج كل سنة وعندي موظفين، لا أتقي الله فيهم، لا أتقي الله فيهم، أأخر له الراتب نص شهر عشان يكسر معايا أنا وتفرق معايا، لأن كل يوم هذه المبالغ محطوطة في البنك بتعمل رصيد. طب الراجل الأجير ده اللي انت اتفقت معاه تقبضه في يوم كذا، بتأخر عنه القبض ليه؟ ده مرتب، ده مسكين مرتب حياته على كده. الله، طب يا عم الحاج، ده انت كنت في الحج السنة دي، ده انت كنت في العمرة، ده انت كنت بتضرع إلى الله، ده انت واقف في المسجد محافظ على الصلوات الخمس في جماعة. انفصام رهيب. يقول لك: لا لا، هذه نقرة وهذه نقرة. لا يا حبيبي، ده كلام فاضي. عاوزين نغير هذه المفاهيم المغلوطة، مفاهيم مغلوطة شديدة. يقول لك: اللي تقدر
تكسبه العبه، لأن في عرف مين ده، حتى لو كان حراما، حتى لو كان مخالفا لعقيدتك ودينك وأخلاقك وقيم مجتمعك المسلم، الغاية تبرر الوسيلة. ده مش عندنا، ده مش في دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في دين الإسلام، لا هذه عند ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. لكن في شرع الله وفي دين رسول الله، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الله، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أنا موظف في المكان الفلاني، الرجل ده بيديني 500 جنيه واتفقنا على كده، والعقد بينه وبينه 500 جنيه. لا أنا شايف بقى أن 500 دول إليلين، إليلين علي. طيب الحل؟ لا، لازم أخذ كمان أدهم من وراه لأنه هو ما ادانيش حقي. خلل، خيانة، أكل لأموال الناس بالباطل. ففي انفصام في جانب العقيدة، في جانب العبادة، في جانب الشريعة، في جانب الأخلاق، في جانب السلوك، في جانب المعاملات، في جانب التربية، انفصام مزري. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مضى الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله، معلش سامحوني، سنرجع إن شاء الله تعالى مرة أخرى لهذا المنهج التربوي الأصيل، منهج حدثني أبي، لأؤكد ولأبين حاجة الأمة بل وحاجة كل البيوت إلى هذا المنهج التربوي الأصيل. أسأل الله جل وعلا أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، وأن يربي لنا أولادنا، وأن يجبرنا فيهم، وأن يكتب النجاح والتوفيق لأولاد المسلمين، وأن يرد الأمة كلها إلى الحق ردا جميلا، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأن يرفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والبلاء، وأن يحفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.